رقة is as important as Aleppo, as Damascus, as any other. إطلالة جديدة لرأس النظام بشار الأسد عبر قنوات الإعلام الغربية. كانت هذه المرة على قناة SBS الأسترالية. طرح خلالها مجموعة من المواضيع أثارت كما كل مقابلة له انتقادات وتساؤلات. الأسد اعتبر في مقابلته أن بوادر نهاية الأزمة تلوح في الأفق، واستخدم ثلاث كلمات متناقضة حول رؤيته للحل في سوريا. فالحل حسب قوله واضح وبسيط ومستحيل في الوقت ذاته. الحل واضح وبسيط ومع ذلك مستحيل. بسيط لأنه واضح جدا ويتمثل في كيفية إجراء حوار بين السوريين حول العملية السياسية، لكن في الوقت نفسه محاربة الإرهاب والإرهابيين في سوريا وهي مستحيلة، لأن الدول التي تدعم أولئك الإرهابيين سواء كانت غربية أو إقليمية لا تريد التوقف عن إرسال جميع أنواع الدعم لهم. وفي رده على سؤال حول الصدامات الأخيرة التي نشبت بين جيش النظام وحليفه حزب الله اللبناني، نفى الأسد وجود أي معارك بين الطرفين، وذلك على الرغم من القتال الذي دار بينهما مؤخراً عند تلة المياسات والبريج شمال حلب. قتال بيننا وبين حزب الله؟ ليس هناك أي قتال، إنهم يدعمون الجيش السوري، إنهم لا يحاربون الجيش السوري بل إلى جانبه. الجيش السوري وحزب الله بدعم من القوات الجوية الروسية، نحن نحارب ضد جميع المجموعات المسلحة سواء كانت داعش أو النصرة. في حديثه عن المعارضة والإرهاب تجاوز الأسد كل التصنيفات الدولية والأممية، حيث جدد موقفه باعتبار جميع من يحمل السلاح ضده إرهابا. المعارضة التي تتبنى وسائل سياسية ليست إرهابية بالتأكيد، لكن حالما تحمل السلاح وتستخدمه تصبح المعارضة إرهابية. المعارضة ينبغي أن تكون سورية، لا تعمل بالوكالة وبالنيابة عن دول أخرى مثل السعودية أو أي بلد آخر. يجب أن تكون المعارضة سورية ذات جذور سورية. خمس سنوات من القتل والدمار والتهجير تحت حكم الأسد لم تمنعه من أن يتمنى في ختام مقابلته أن يذكره التاريخ كشخص أنقذ بلده من الإرهابيين والتدخل الأجنبي.